مرحبا. إذا بدنا نروح المدرسة لازم ناخد معنا ورقة وقلم، وإذا بدنا نقرأ قصة أو نرسم رسمة لازم نستخدم الورق. يعني كل يوم الورق لازم يكون بين إيدينا من دون ما نقصد. بس مين اخترع هيدي الورق وكيف اتطورت صناعتها؟ صينيين هن أول مين صنعوا هيدي الورق من شجر التوت والصفصف، بالتحديد المخترعين صيلون وتسيلون سنة 150 ميلادي. واستفاد العرب من الصين وطولوا صناعتها بمدينة بغداد عام 795 ميلادي، صاروا يكتبوا على قطع قماش بس من بعد ما يغسلوها بيروح لونها، فكانوا يحلوها لعجين طري مع ماي وصابون ويصفوها وينشفوها تحت الشمس ليرجع يزيدوا لها نشا وطحين يستخدموها. رجع اجا الفرنسي الاولى لويس واخترع صنع الورق عام 1798 ميلادي.